ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة صينية البطاطا بالكاستر وصوص الكراميل. مش هقول لكم دلوقتي المقادير، هنبتدي على طول. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. ياريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة، انا عندي هنا كيلو بطاطا انا هرسته، قصدي سوري سلقته وهرسه كويس قوي، عايزاها تبقى ناعمة خالص. بعد ما هرستها كويس هحط حوالي 3 معالق عسل ابيض بدل ما نحط سكر، وممكن نحط 2 عشان ما يبقاش تقيل، لان لسه هنحط صوص الكراميل. ونقلب كويس. وممكن بعد كده بقى هنعجن بنص كوباية لبن. كده هرستها كويس وعجنتها بالعسل واللبن. بعد كده هفضيها في الصينية وافردها كويس. كده جهزنا البطاطا في الصينية. احنا مش هنحطها جديد هنا، ان احنا مش هنحطها في الفرن، هي مش محتاجة، لان احنا مش هنحمر الوش بتاعها، احنا هنحط عليها كاستر وكده يبقى حلى بارد، هيبقى سهل بقى، مش محتاج فرن خالص. هنجهز بعد كده الكاستر. هيبقى عندي 4 كوبايات لبن، هنحط عليهم 4 معالق كبيرة من الكاستر، هدوبهم في نص كوباية من اللبن، هدوبه كويس حلو قوي. هقلبه حلو جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات. هحط كمان 4 معالق من السكر، هحليه. واللي عايز يقلل السكر او يحط سكر مثلا دايت او ستيفيا ممكن، انا هحط 4 سكر عادي. واقلبهم كويس، واقلب برضو الخليط بتاعي الكاستر على البارد، وبعد كده طبعا هنرفعه على النار. هحطه كده بقى على النار لغاية ما يجمد ويبقى الخليط بتاعي تقيل. كده رفعته على النار، ولازم التقليب لازم يبقى مستمر. جهزنا كده الكاستر، عايزينه بالتقل ده كده. هنبتدي بقى نصبه على الصينية، نعمل طبقة كده حلوة تقيلة. نحاول نسويها كده شوية. بعد كده هنحطها في التلاجة لغاية ما تبرد خالص، وبعد كده ان شاء الله نبقى مع بعض نضيف عليها صوص الكراميل.
تحت التلاجة حوالي نص ساعة كده، بردت شوية، هكون مجهزة عندي صوص الكراميل. هو كان عندي الحقيقة، وهنتعلم ان شاء الله في فيديو جاي ازاي بنعمل صوص الكراميل. طعمه بيبقى جميل واحلى من الجاهز كمان اللي بيبقى في جواه. هنعمله، هنبتدي نصبه كده، اخلي بالي وانا بصب. هنوزعه على الصينية بحالها كده، هو اهم حاجة بس الصينية تكون باردة. هو كده كده بيوزع نفسه لوحده. خلاص كده وعندنا صوص الكراميل كده والصينية كده جاهزة. مقولكوش بقى شكلها جميل جدا جدا، ثلاث طبقات حلوة قوي، وطبعا طعم روعة. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبعا هي محتاجة برضو تتحط في التلاجة شوية علشان تمسك نفسها.